أيها الشباب، ها أنا ذا أوفي بعهدي وأسلم لكم المشعل، فزمام المبادرة عاد بين أيديكم والكلمة لكم. أتمنى من صميم القلب كل الخير، وأتمنى من صميم القلب كل الهناء للجزائر الحبيبة وكل الطمأنينة والرفاه لشعبنا الأبي. أشكر السلطة المستقلة على ما قامت به من مجهودات في إطار هذه الحملة الانتخابية، وأذكر كذلك وسائل الإعلام وأعلمها وأخبرها أننا لم نتقدم بأي طعن بمناسبة هذه الانتخابات الرئاسية. وما أريد أن أؤكد عنه هو بتأكيد وتوكيد، استقرار الجزائر هو مبتغانا وهو هدفنا الأول، وهو ما ناضلت من أجله منذ أن دخلت المعترك السياسي. إذن لكل الذين ناصروني ولكل الذين ساندوني ولكل الذين أيدوني في كل شبر من الأرض الحبيبة وفي الخارج، أطلب منهم ملازمة الهدوء والمحافظة على استقرار الجزائر والحفاظ على أمن الجزائر